عيسى، إذن مشاهدينا، على ما يبدو بأن هناك قنابل، وكما يبدو أنها أضاءت سماء غزة. لا أدري بالتحديد أين المنطقة، ولكن هي تضيء ومن ثم يعقبها الانفجار. إذن هي قنابل مضيئة ومن ثم يتم تسديد الضربة أو الغارة الجوية من خلال الطائرات الإسرائيلية. يبدو بأن كما تم يعني في كل الأيام السابقة، أنه في حلول المساء وفي حلول الظلام يكون هناك ربما زيادة في وتيرة الاستهدافات الإسرائيلية. إذا نشاهد ونستمع وإياكم إلى هذه الأصوات المباشرة من غزة. القنابل المضيئة هي فقط لتمكين الطائرات من تحديد الأهداف بالنسبة لانعدام الرؤية بسبب حلول الظلام، ومن ثم يحدد الهدف وتوجه الغارة إليه. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.